رحيم طلابي ربي يعطيهم ألف عافية إن شاء الله الآن بسم الله بداية ممتازة إن شاء الله بأول نوع من أنواع المراجعات اللي بنعملها لمنهاجنا الجديد جماعة الخير بعد ما حضرنا الأربع أزمنة المضارع بعد ما حضرنا مين أربع أزمنة المضارع اكتشفنا أنا وياكم اكتشاف إيش هو إنه فعليا لما أتعامل مع زمن معين أنا ضروري أحفظ شيء اسمه القانون العام للزمن زائد احفظ الدلائل المعنيه بالزمن يعني سمبل شيء بسيط بعرف الدليل تابع لاي زمن بروح بطبق القانون الحلو الكلام ولكن يا احمد اكتشفنا انا وياكم انه في بعض الدلائل موجوده باكثر من زمن يعني انا ممكن اشوف دليل معين موجود بزمنين طب احمد لما اشوف مثلا دليل معين موجود في زمنين على اي زمن احل هذا الشيء اللي انا وياكم ان شاء الله اليوم بدنا نشتغل عليه ونحاول نحل هاي الشغله من خلال ورقه العمل اللي ورقة الان عشان نحصل على هاي ورقه العمل كلكم عندكم تليفوني اكيد لان بس ابعث لي على الواتساب احكي لي بدي ورقه عمل الازمنه مش شرط هسا نحضر البث كامل اذا حابين او نحضر الفيديو هذا كامل يعني لانه في النهايه انت او انت تحصلوا على هذا الملف وتنقلوا الملاحظات اما عليه او بتحطوهم بالدفتر اللي احنا خصصناه للغه الانجليزيه ممتاز الان جماعة الخير present tenses ازمنة المضارع ورك شيت يعني ورقة عمل ورك شيت ورك شيت ورقة عمل نظام ملتيبل تشويس اللي هو خيارات من متعدد نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بأول جملة من الجمل المطلوبة منا لأن في السؤال الأول لي the phone فراغ all, all the time now that we run a business هسا كثير منا بيعرف أنه دليل الناو دليل مشترك صح صح كلنا بنعرف أنه الناو مشترك بين كم زمن زمنين شفنا في زمن المضارع البسيط شفنا في زمن المضارع البسيط وشفناه في زمن المضارع المستمر المضارع الايش المستمر اخواني عادي حفظ حفظ انا احفظ الدليل لما اقول دليل الناو هو موجود في مضارع بسيط وموجود في مضارع مستمر احمد حاله زي هاي الحاله هي عندي ناو انا هون طب الناو هاي الجمله اللي فيها ناو هل احلها مضارع مستمر ولا احلها مضارع بسيط هسا جمال الشغل اللي احنا بنشتغله والاداء اللي احنا بنقوم فيه مبني على انه كل امتحاناتنا واسئله امتحاناتنا هي خيارات من يعني اسئله ضع دائره وكلكم علم وفهم واكيد انتم بتفهموا بالامور هاي انه سؤال الضع دائره عندي اربع خيارات لازم واحد بس الصح يعني بمعنى اخر ناخذها من زاويه ثانيه ما راح يزبط يكون عندي خيارين صح لازم واحد صح مش خيارين واحد صح يمكن انتم شايفين انا وين رايح بالكلام اللي بحكيه. معنى الكلام هذا الان دليل انه صح دليل مشترك بين زمنين، بس الشيء اللي رح يفصل يقطع حبل الشك هو الخيارات المعطاه، لان باجي بطلع على الخيارات. <applause> الخيار الاول هو عباره عن فيرب 1 مع اس. الثاني عباره عن فيرب 1. الثالث عبارة عن verb 2 لأنه احنا, إحنا أكيد حافظين تصاريف الأفعال وإذا مش حافظينها بعثولي على الرقم لي أحمد بدي قائمة تصريف الأفعال عندنا هون verb ing الآن ديروا بالكم وكونوا حريصين، هسا لو بدي إياها مضارع بسيط، لو بدي إياها مضارع بسيط، اللي كتب السؤال لو بده إياني أحلها على إنها مضارع بسيط، معناته بعد الفاعل، بعد الفاعل بدنا نحط إما فيرب 1 أو فيرب 1 مع إضافات الأس، حسب إذا الفاعل جمع أو الفاعل مفرد، وإذا بده إياها مضارع مستمر، معناته بعد الفاعل بدنا نحط إما إز أو أر أو أم متبوع بفيرب أي إن جي، بإيش بفيرب آي إن جي معناته الآن بالخيارات بالخيارات فعليا أنا وياكم بندور على هذول الأشكال تعالوا هسا رينجز هاي فيرب ون معها أس هيها موجودة هون وهاي اللي هون فيرب ون لحال هيها موجودة هون الآن باجي بسأل حالي هل كلمة the phone the phone فاعل مفرد ولا جمع الهاتف واحد الهاتف الهاتف مفرد واحنا قلنا في في زمن المضارع البسيط لما يكون الفاعل مفرد بده ياخذ فيرب 1 مع اضافات الاس معناته بستثني خيار بي على الاكيد خيار اي قد يكون صحيح خليه لانه انا بدي اتاكد هل يوجد خيار ثاني للمضارع المستمر المفروض انه لا لانه احنا قلنا خيارين صح مستحيل بس بدنا نتاكد إذا يعني كلنا بنعرف انه الناو مضارع بسيط او مضارع مستمر فيرب تو يعني ماضي يعني ايش ماضي شو جاب الماضي لعندي هون معناته خيار سي اكس عليه لان لما اجي اطلع على الخيار دي بدنا نكون حريصين احنا اتفقنا اذا بده اياها مضارع مستمر لازم يكون عندي اما از او ار او ام اجباري يكونوا هذول الثلاث هل يوجد هون از او ار او ام لا ما عنديش طب نتاكد هل يوجد هون از او ار او ام لا ما عنديش معناته كلمه رينجينج اني احطها هيك خبط لزق مش راح يزبط فبأكس عليها لاحظ الان آه الخيار المتبقي من هو هو الخيار فيرب 1 مع اس يعني بمعنى اخر اللي كتب السؤال كتب السؤال وحط اللي ناو عشان بده اياني احلها على زمن المضارع البسيط ممتاز وهيك بنكون حلناها تعالوا نشوف السؤال اللي بعده بيحكي لي اد فراغ difficult every time I write an essay هسا جماعة الخير لما نيجي نطلع على الجملة هاي شوف الان كيف بدي مع الجملة كثير من الناس بتفكر اسئلة الضع دائرة هي اسئلة صعبة بالعكس هي من اجمل الاسئلة اللي ممكن تتعامل معها ناخذ طريقة جديدة علينا شوي بنسميها اللي هو الاستثناء اذا طريقة الاس استثناء الاستثناء يلا هسه طرق الاستثناء في عملية حل سؤال ضع دائرة هي من أجمل وأذكى الطرق اللي ممكن الطالب يشتغل عليها تعالوا نشوف كيف هسه ببدأ الآن بطلع على الفاعل تبعي شو الفاعل تبعي ات هذا اللي هون مفرد شو ماله مفرد لأن لو بده ات تأخذ get هذا الحكي ما بزبط هسه الجيت فيرب 1 الفاعل المفرد باخذ فيرب 1 مع اس ما باخذ فيرب 1 مره ثانيه الات فاعل مفرد الفاعل المفرد باخذش فيرب 1 في زمن المضارع البسيط معناته هذا الخيار غلط باجي بطلع الان فاعل مفرد ممكن ياخذ فيرب 2 اه ممكن ياخذ فيرب 2 عادي جدا ما اعرف شو زمن الجمله لاحظ انا ما دخلت على السريع بالزمن فخليها ممكن ممكن يمكن زمنها ماضي ما بتعرفوا خلوها طب ات جيتس ات تاخذ فيرب 1 معها اس اب تاخذ خلي لي هذا الخيار وهذا الخيار هسا في اللغه الانجليزيه ما في شيء اسمه سبجكت وطياره متبوع بفيرب اي ان جي هذا الشيء مش صح سبجكت على السريع على السريع فيرب اي ان جي مستحيل لازم يكون عندي از او ار او ام معنى الكلام هذا انجليزيا لا يزبط انجليزيا مش صحيح بقدر اقول ات على السريع جيتنج بزبطش معناته اكس على هذا الخيار الفكرة من عملية الاستثناء بأسئلة الضع دائرة بنسبة 90% دائما في خيارين خطأ على السريع بتطلعهم، دائما في ايش؟ خيارين غلط على السريع بنطلعهم، ممتاز. ظلينا انا وياكم محتارين بين بي و C، لما اجي أطلع الان فراغ less difficult every time every time every time every time. الآن I write an essay every time كل مرة. نعبر عن روتين انا وياكم هون كل مره كل مره الروتين الروتين في اي زمن ماضي ولا مضارع اكيد في زمن المضارع فاجباري حلي راح يكون الخيار سي صبايا الشباب ربي يعطيكم العافيه لان لما نتعامل مع السؤال بالطريقه هاي لاحظ انه انا قاعد انا اللي بباغت السؤال ما بخلي السؤال يباغتني فاذا قدرت انا طبعا كلها تحليلات علميه يعني كلها مبنيه على معلومات انا بعرفها فبالتالي الان هينا بنتعلمها مع بعض لنا داد فراغ في جمله رقم ثلاث contact with his cousin from time to time لاحظ وجود from time to time لأنه أنا حافظ الدلائل خلص هذا دليل مضارع شو ماله؟ مضارع بسيط معناته أنا بدي أطبق قانون السبجكت زائد الفيرب one أو الفيرب one اللي مع إضافات الأس الفاعل تبعي مفرد فإجباري أنا أدور على verb one مع أس هل هاي اللي هون verb one معها أس؟ لا، هذا verb two فبنأكس عليه make لحالها هذا verb 1 لحال أكس عليه طب making احنا قلنا subject وبعده verb ing أصلاً بيزبطش فحل الصحيح هو الخيار C ممتاز الان في عندي I فراغ going for a regular run once a week once ايش once a week ممتاز once a week مره بالاسبوع يعني انا بعبر عن روتين هون طيب تمام معناته الان بدنا نطبق سبجكت زائد الفيرب 1 او الفيرب 1 مع اضافات الاس نكرر عادي عشان نحفظ القوانين ونتاكد منهم يلا الفاعل تبعي I أنا بعرف أنه آي معناها أنا ما في غيري واحد ولكن يا جماعة الخير الآي تعامل معاملة الجمع الآي تعامل معاملة مين؟ الجمع يعني آي هاي اللي هون جمع وليست مفرد جمع وليست مفرد معناته بدها تأخذ إيش؟ بدها تأخذ verb 1 يلا love هاي verb 1 شايفها صح ليش؟ لانه مضارع بسيط معناته بدي سبجكت زائد فيرب 1 هاي فيرب 1 نتاكد من باقي الخيارات سبجكت زائد فيرب اي ان جي بزبط قلنا هذا الشيء مش انجليزي طب احنا قلنا الاي فاعل جمع ولما يكون الفاعل جمع باخذ فيرب 1 مع اس بزبطش طب لفد اللي هون هاي فيرب 2 احمد فيرب 2 بزبط احط سبجكت زائد فيرب 2 طيب بعرف بس زمن مض... زمني مضارع بسيط هاي اللي هون ماضي حكينا شو جاب الماضي للمضارع فأكس عليها ممتاز هيك بكون انا تاكدت من صحه حلي طبعا بيحكي لنا شي ويل كم وذ اس وين شو حكينا عن دليل الوين طبعا دليل الوين هو دليل مشترك بس مش موجود في ازمنه مضارع رح يكون مشترك مع شيء ثاني في المستقبل لان رح ناخذ دليل المستقبل او ازمنه المستقبل لو قدام بس الوين دائما لازم نتطلع على الشيء اللي جاي بعدها لانه ممكن انا ممكن انا اشوف شغله من شغلتين ممكن اشوف بعد الوين verb 2 او اللي هو شيء اسمه واز او وير واز او وير متبوع بفيرب اي متبوع بفيرب اي اذا لقيت هذول اذا لقيت هذول يا هاي يا هذول بعد الون معناته هاي الون دليل ماضي هاي الون حتكون دليل للماضي تمام ولكن انا ممكن الاقي بعد الون ممكن الاقي بعد الون بعد الون شيء غير هذول ممكن الاقي بعدها قانون المضارع البسيط قانون المين المضارع البسيط طيب شو قانون المضارع البسيط هو السبجكت زائد الفيرب 1 وفيرب مع اضافات الاس طب احمد متى اعرف انه when لازم يجي بعدها هذا الكلام لما يكون قبلها will زائد مجرد إذا وجد قبل الون إذا لقينا قبل ال when will زائد مجرد فحل دائما وأبدا مضارع بسيط حلي دائما وأبدا مضارع بسيط نكتبها على هامش الصفحة when في جملة مستقبل ال هاي اللي هون دليل مستقبل رح نأخذه لقدام بس إذا شفنا when جاي قبلها will زائد verb one will زائد مجرد معناته هاي الوين تبعت المضارع البسيط فاجباري بعد الوين مضارع بسيط باجي بطلع الان على الخيارات الان في عندي الفاعل شي معناته بدي فيرب 1 مع اضافات الاس هيها هون هسه جماعه الخير اكتشفتوا شغله انه الوين ممكن اشوفها مع الفيرب 2 اللي هو الماضي البسيط لسه ما اخذناها بس جاي جاي الدور جاي الدور قريبا جدا أزمة الماضي الوين شفناها مع الماضي المستمر مع مين مع الماضي المستمر الوين هيها مع المضارع البسيط وهيها مع المستقبل مع ويل مستقبل مع مين مع ويل يعني معنى الكلام هذا احمد الوين شابكه مع اربع ازمنه صح صح بس لما نخلص كل ازمنه الماده بيكون في فيديو زي اللي انا بعمله اليوم مراجعه لكل إشي ونخلص كل التفاصيل المعنيه بالدلائل المشتركه بس لحد اللحظه هاي لحد ما ننهي هذا الفيديو شو بدنا نعرف انه الوين قبلها ويل وين قبلها ويل معناته بعدها مضارع بسيط هيك أنا أموري تمام لدرس اليوم لأزمنة المضارع الأربعة هاي المطلوب مني أعرفه عن الوين بعدها بس ندخل في الماضي بنحكي عن الوين تبعت الماضي بس ندخل في المستقبل نرجع نذكر في هاي القاعدة وقس على ذلك ممتاز 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 الآن ننتقل للسؤال رقم ستة الآن بالنسبة للجملة رقم ستة أي نعم عندي فراغين بس هذا الشيء ما لازم يخوفني عادي عادي ليش؟ بدي يعني احط شيء هون وإشي هون، الحلو في الموضوع انه في عندي علامه سؤال هون، معناته انا بدي اصيغ سؤال بزمن، اصيغ سؤال بزمن. هسا اذا بتتذكروا صيغه السؤال في الزمن شو هي؟ نبدا بفعل مساعد، نبدا بايش؟ فعل مساعد، بعده مين؟ بعده الفاعل، بعده مين؟ بعده الفعل الرئيسي، الفعل الايش؟ الرئيسي. بنكمل كلام وصولا لمين؟ لعلامه السؤال. طبيعي جدا انه <applause> سوري طبيعي جدا اني اشوف انا هي الفاعل معناته قبله في فعل مساعد وبعده في فعل ايش؟ رئيسي، قبله فعل مساعد بعده فعل رئيسي، وطالما بده اياني اكون سؤال يعني الزلمه بده اياني اعرف شو الفعل المناسب، الفعل المساعد المناسب وشو شكل الفعل الرئيسي. عشان اعرف شكل الفعل المناسب انا بدي اعرف ازمنه، يعني اذا بتتذكروا في المضارع البسيط قلنا نسال بدو او دز، مضارع مستمر از ار ام، مضارع تام هاز او هاف الى المضارع تام مستمر برضه هاز او هاف معناته انا لازم اعرف اي فعل مساعد اختار عشان نعرف اي فعل مساعد نختار بدنا نعرف زمن الجمله اكيد كلكم عينكم على رايت right now right now دليل استمراريه مضارع مستمر معناته هون لازم يكون عندي اما از او ار او ايش او الام طبعا ايش اختار من بينهم حسب الفاعل اليو بدها تاخذ الار فمعناته لازم ابدا بالار هي هون بلشت بالار هاي ما بلشت بالار هاي ما بلشت في الار هاي ما بلشت في الار معناته الار هي الخيار الصح اللي هو الخيار اي اتذكروا لازم اتاكد انه بعد الار فيرب اي ان جي لانه مضارع مستمر شو قانونه از او ار او ام زائد فيرب اي ان جي معناته حلي صح 100% ممتاز بيحكي لنا غاز اند oil غاز يا جماعه الخير اللي هو الغاز مش الغاز اللي نطبخ فيه في الدار اللي هو ماده الغاز الاويل المقصود فيه النفط اذا غاز والنفط الغاز والنفط بنحكي عن شغلتين بنقول عن اسعار الغاز والنفط اذا برايسز بمعنى اسعار اسعار الغاز والنفط ايش مالها more and more expensive these days these days ايش مالها more and more و these days هسه لازم 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 الطالب لازم 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 الطالب يتاكد من شغله مهمه these days دليل استمراريه صح الان وممكن اقول هاي دليل بسيط اللي هو مضارع ايش بسيط هسه باجي بطلع على الخيارات طبعا هون الخيار دي خيار دي لازم نحط حرف الاس هون لازم احط حرف الاس انا ناسي احطه فحطوه مش تقعد تحكي انه اه والله احمد نسي خلص هاي انا لا ما تحكوش على السريع حط لي اس هون اذا هذا الخيار هاي الاول لما اجي اطلع الان اويل وغاز اويل الاويل والغاز هذول اثنين جمع مستحيل ياخذوا فيرب 1 مع اضافات الاس فهذا الخيار كله غلط لانه هذا فاعل جمع بده ياخذش فيرب 1 مع اس لان هذول جمع بدهم ياخذوا ار هذول جمع بياخذوش از هذول جمع بياخذوا ار معناته لاحظ انا بين بي وسي بي وسي هسا ذيس دايز اكيد بده يعني احلها على اساس انها مضارع مستمر ليش؟ لأنه هذا الخيار خيار مضارع مستمر واللي هون المفروض أنه مضارع مستمر بس ناسي يحط لي verb ing عشان ناس يحط verb ing فأصبح هذا الخيار خطأ فخياري الصحيح هو الخيار A ممتاز جملة رقم ثمانية شو بتقول؟ أي forgot my relatives I فراغ my relatives at the moment خلاص عندي at the moment مباشرة جدا هاي الجملة مضارع مستمر الآي شو بدها تأخذ R مستحيل الآي شو بتأخذ is مستحيل الآي شو بتأخذ am ومعها verb ing فالحل الصحيح هو الخيار سي لانه هاي صيغه المضارع المستمر ممتاز في جملة رقم تسعة بتحكينا I فراغ going for a regular run once a week once a week يلا شباب يلا يا صبايا نيجي نطلع مع بعض عندي once a week once a week مضارع بسيط يعني بدي subject زائد verb one أو verb one مع s الآية شو حكينا عنها؟ معناها أنا، صح أنا واحد لحالي ولكن أعامل معاملة الجمع. فعشان أعامل معاملة الجمع بدي فيرب 1 لحال. هيو قدام عيوننا اللي هو الفعل love أي بمعنى أحب. قلنا subject زائد فيرب آي إن جي مستحيل subject الآي باخذ اس لا باخذش اس الفعل تبعه وهون حكينا مضارع بسيط شو جاب الفيرب 2 فأكس عليها ممتاز. be quiet سريعة بكواية من الدلائل الإضافية اللي حطيناهم ودلائل مهمة طبعا إذا المضارع مستمر الآي شو بتأخذ آم هاي آم هاي مش آم فش عندي آم فش عندي آم معناته الحل هو الخيار أي ممتاز هسا لاحظوا جماعة الخير أنه لغاية اللحظة هاي كل الجمل اللي اشتغلناها لغاية الآن مضارع بسيط مضارع مستمر مضارع بسيط أو مضارع مستمر عشان نرجع ننعش كل الأفكار اللي عندنا بعد اللي هو الدروس اللي أخذناها تعالوا الآن ندخل على إشي اسمه state verbs قبل ما أكمل بالأزمنة لازم الطالب يعرف شو يعني state verb state verb يا جماعة الخير هي الأفعال الثابتة الأفعال الإيش الثابتة لما أقول فعل ثابت لما أقول فعل ثابت هذا الفعل معناته لا يقبل الاستمرارية شوف بأحلى الكلام اللي بدي أحكي مثلا مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال الان بدي اقول انا احب الركض انا احب الركض مثلا هي الجملة انا احب الذهاب الى اللي هو الركض الجري هل يعقل انه انا قاعد بحب الان لا مش منطق يعني يا بتحب يا بتحبش احمد صح هيك المنطق بيقول ما في ما في منطق بالحياه بيقول انه احمد في اللحظه هي قاعد بحب الركض صح صح يا بحبه يا بحبهوش انتهى الموضوع طيب معنى الكلام هذا الفعل يحب الفعل يحب هو من الافعال اللي بنسميها ستيت فيرب يعني هو كفعل لا يقبل الاستمراريه عشان يستقيم المعنى مو مش راح يزبط اجي اقول لك آه آه انا قاعد احب آه الركض الان لا مش منطق يا انا بحب الركض يا انا انسى الموضوع كله معنى الكلام هذا في اللغه الانجليزيه في افعال هاي الافعال بسموها الستيت فيربز ستيت فيربز شو مالها are verbs هي عبارة عن أفعال that are not used لا تستعمل لا إيش؟ تستعمل in continuous form بأشكال الاستمرارية، لا تستعمل في أشكال الاستمرارية، لا تستعمل بإيش؟ بأشكال الاستمرارية، طيب تمام هاي الأفعال اللي ممنوع استعملها يعني ممنوع أضف لها آي ان جي شو هن يا أحمد تعالوا نشوف بدأنا أنا وإياكم بالفعل لفظ ضربنا مثال عليه بمعنى يحب يا بحب يا بحب يا عمي وصف على اليمين ممتاز الفعل لايك like. لايك like برضو نفس معنى يحب معناته لايك like كمان نفس الشيء اتذكر لاف ولايك لايك like. like زي اللايك اللي like بنعمله على الفيسبوك واللاف اللي هو الحب حب الاشياء بشكل عام والله انا بحب الدراسه والله انا بحب آه مثلا آه السفر هاي كلها شغلات بحبها خلص انتهى الموضوع ما فيش مش قاعد بحب فيها بحبها وانتهى طيب تمام اللايك برضو نفس الشيء يحب طيب تمام الفعل ثينك ثينك ركز معي بمعنى الاعتقاد بمعنى الاعتقاد ليش لانه هسه think قد تاتي بمعنى يفكر وبقدر اقول عادي والله احمد شو بسوي والله قاعد بفكر بجنن اذا هذا لما استعمل think شوف محل الكلام بدي احكيه لما نستعمل think بمعنى يفكر فهو فعل يقبل الاستمراريه بس لما بدنا نيجي نفترض افتراضات ونبدي راي معين دائماً بنقول مش أنا قاعد بعتقد، لا أنا أعتقد أنه لازم نعمل كذا وكذا وكذا. لاحظ أنا أعتقد زي أنا أحب أنا أعتقد. إيش معنى أعتقد بالإنجليزي؟ معناها برضو كمان think يعني think إذا أنا بدي أستعملها أو إجت في جملة بمعنى الاعتقاد معناته هي فعل لا يقبل الاستمرارية يعني ممنوع أحط معها ing ولكن think إذا إجت معنا بمعنى يفكر اوكي عادي بقدر اقول انا قاعد بفكر فبتقبل الاستمراريه اذا اعتقاد لا يقبل يفكر يقبل اذا ما تفكر اذا فكر فكر خذ راحتك تعتقد ما فيش تعتقد يعني ما فيش اي ان جي يعني فكر بس ما تعتقدش فكر ما تعتقد فكر يعني فعل هيك مثبت مثبت يعني باخذ مع اي ان جي لان اعتقاد لا لا ممنوع تعتقد لا لا فيش تعتقد معناته الان ما باخذ اي ان جي طبعا هذا الشيء كيف بدنا نعرفه انا وياكم هسه اول اول خطوه صحيحه لازم نعرفها هي انه ثينك تاتي بمعنى يعتقد وتاتي بمعنى يفكر، إذا إجت بمعنى الاعتقاد فبالتالي ممنوع اي إن جي، إجت بمعنى يفكر فبالتالي حي الله اللي هو الأي إن جي، هسا لما نيجي نضرب عليها أمثلة الآن بيكون الوضع مختلف وبوضح لكم إياها، طيب. الآن في عندنا الفعل نو، no. الفعل نو no بمعنى يعلم أو يعرف، يعلم أو يعرف، هسا الشباب والصبايا لما نيجي نحكي مثلا والله أنا بعرف عن الموضوع ما في شيء اسمه والله انا قاعد بعرف عن الموضوع يعني ما في استمراريه في الموضوع عرفت او ما عرفتش انتهى الموضوع هيك اه والله بعرف أخل قاعد بعرف هيني جايك ما بزبطش زي هيك يا بعرف يا بعرفش انتهى الموضوع صح فمعناته الفعل نو الفعل نو بمعنى يعلم أو يعرف أكيد ما رح يقبل الاستمرارية يعني بقدرش أقول والله I am knowing ما بزبط بقدرش أقول I am liking ولا I am loving ما بزبط الكلام هذا ولا مثلا إذا بدي أقول أنا أعتقد أنه أحمد مثلا بقدرش أقول والله I am thinking that أحمد ما بزبطش بزبطش هذول أفعال بسموها state verb شو يعني state verb يعني ممنوع ياخذوا أي إن جي، ممنوع أستعملهم كأشكال استمرارية، ممنوع منعًا باتًا، وهذا الشيء راح نطبق عليه ونشوف الآن. هسا جماعة الخير هيها كلمة believe برضه بمعنى يعتقد، يعتقد، زيها زي think think و believe اثنيناتهم يحملوا معنى الاعتقاد، يعني ممكن أقول أي بليف انه احمد كذا وكذا او بقدر اقول اي ثينك انه المراي كذا وكذا وكذا، معناته بتزبط على الحالتين، بس اهم شيء بليف بمعنى الاعتقاد، الان عندنا اللي هو ثينك بمعنى ايش؟ بمعنى الاعتقاد، اذا كانت الثينك بمعنى يفكر عادي جدا اعطوها اي ان جي، الثينك معناهاش يفكر، معناها يعتقد ممنوع معها الاي ان جي، ممتاز. هسه في عندي الفعل لوك، الفعل ايش؟ لوك. هسه لوك بمعنى يعني يرى أو يشاهد يعني ممكن آجي وأقول مثلًا I am looking at a beautiful uh, scene أنا قاعد بتطلع وبشاهد منظر جميل لوك بمعنى ينظر آه بقدر أخليه بقدر بالعربي حتى بالعربي لوك ينظر ينظر والله قاعد بتطلع يعني قاعد بنظر على منظر جميل حلو بجنن بس لوك اللي هون يا جماعة الخير بمعنى يب دو يب دو الان نتعلم مع بعض يلا الا ما مر عليك فيلم معين حضرته اما كرتوني او انيميشن أه، او فيلم عادي من افلام هوليوود اللي بنعرفها الا ما سمعت الجمله هاي هاو دو اي لوك كيف ابدو مش كيف قاعد ابدو كيف كيف شكلي يعني كيف مظهري هيك المقصد كلمه مظهري كيف شكلي كيف ابدو هي كلمه لوك بس احمد هي ترى كلامك صحيح لانه اكيد كلنا بهالزمانات وانتم اكيد ناس مرت عليكم هاي التفاصيل الا ما مر عليكم انه والله كلمه الانجليزي قد تحمل اكثر من معنى كلام 100% صحيح اي كلمه بالانجليزي حسب ما كيف انت بتستعملها في الجمله لها معنى خاص فيها هي يعني بالله عليكم هاو دو اي لوك بنعرف انه لوك معناها يبدو او قد تاتي بمعنى يشاهد بالله عليك بالله عليك لما واحد يقول لك او نيجي انا وياكم نقرا الجمله هاي هاو دو اي لوك هل يعقل انه معناها كيف انا اشاهد لا طبعا الان حتيجي بمعنى كيف انا ابدو كيف انا ابدو لاحظوا تطلع الصبيه هاي اللي هون تطلع على حالها في الامراي واحنا واقفين جنبها فتقول شباب صبايا هاو دو اي لوك كيف ابدو الان جميل جدا معناته اللوك زيها زي مين زيها زي think إذا أتت اللوك بمعنى يبدو معناته لا تقبل الاستمرارية ولكن إذا إجت بمعنى يشاهد معناته الآن تقبل الاستمرارية ملناش فيها ممتاز الآن تعالوا نشوف على آخر كلمتين كلمة understand وكلمة سي هسه جزء منه راح أقول لك تعال وقف حط خط أحمر هون عندك يا أبو الثلجي ليش؟ لأنه الفعل سي بمعنى يرى وأنا هيني شايف فبقدر اقول والله انا قاعد يعني انا بشوف شيء معين طيب تمام بس هل تعلم يا اخي ويا اختي العزيزه انه كلمه سي قد تاتي بمعنى understand يعني الثنتين بيجوا بمعنى الفهم يعني ان يفهم ممكن 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 ما مرت ولكن انا ممكن وانا قاعد بحكي مع واحد واحد معين قاعد بيشرح لي مشكله بتصير معه بيسولف علي يقول لي احمد والله صار هيك وصار هيك وصار هيك وانا شو برد اه اي سي اي سي يعني انا فاهم عليك اه اي سي مش انا شايف لا انا فاهم معناته كلمه سي حسب استعمالنا لها قد تاتي بمعنى انه انا افهم I see أنا أفهم طبعا I see what you are saying أنا أفهم شو اللي بتقوله أكيد مش أنا شايف شو اللي بتقوله أنا بفهم معنى تلاحظ كلمة سي حسب استعمالي لها في سياق الجملة أتت بمعنى الفهم معنى الكلام هذا كلمة understand وكلمة سي understand كلنا بنعرفها يفهم سي قد تأتي بمعنى يرى وقد تاتي بمعنى كمان انه يفهم، اذا اجت بمعنى يفهم معناته هي من الافعال التي لا تاخذ اي ان جي، انتهى الموضوع. معناته تعالوا هيك نستذكرهم بشكل سريع، يلا. الان جماعه الخير، شو هما الافعال التي لا تقبل الاي ان جي؟ عندنا الفعل love ولايك like، think يعتقد، believe يعتقد، نو no بيعرف كل شيء، ابو العريف هذا نسميه، look بمعنى يبدو، مش يرى، يبدو. سي بمعنى الفهم واندرستاند بمعنى الفهم جماعة الخير نحفظهم هسا هو مش اشي مقرر بنسبة 100% عنا ولكن هي جزء من حل جمل معنية في الأزمنة ولا كيف طالبي بده يتمكن من كل كبيرة وصغيرة لها دخل في الأزمنة لما يعرف هاي التفاصيل المخفية وهاي التفاصيل موجود عليها أمثلة في الكتاب وهسه راح نشوف مع بعض تعالوا نشوف الآن يعني جماعة الخير لاحظوا معي بحكي لي هون وات فراغ يو فراغ اوف ماي فون هسا لما نجي نطلع اول شيء انا عندي علامه سؤال صح صح اذا هذا سؤال كونه سؤال بدي اعرف شو زمنه لما اجي اطلع على الجمله مر معنا ملاحظه انا وياكم كنت احكيها شو هي اذا كانت الجمله خاليه من دلائل ما فيش فيها ولا دليل معناته الجمله هاي شو زمنها مضارع بسيط اذا زمن السؤال مضارع بسيط إذا بدي أكون سؤال في زمن المضارع البسيط سؤال المضارع البسيط لازم يكون دو أو does لازم يكون إيش do أو does متبوع بفعل شماله مجرد يا <applause> هيدو خليها هي ار شو بدي فيها؟ هي از شو بدي فيها؟ وهي ار برضه شو بدي فيها؟ لاحظ انه الدو هي الوحيده اللي ظلت فهي الخيار الصحيح لكن تعال نتاكد من صحه حلنا. لاحظ انه الفاعل يو واليو باخذ الدو ممتاز وشكل الفعل بعد الدو هو ثينك معناته الدو بدها تيجي هون والثينك بدها تيجي هون وهيك حل صح 100% ان شاء الله. طيب بس احمد بدي اسال سؤال منطقي. أنت حكيت مضارع بسيط، الآن سألنا بدو الأمور تمام، ولكن بدي أسأل سؤال، اسأل تفضل. هي hey, ار إجا بعدها اي إن جي، هي از إجا بعدها اي إن جي. طب ار اللي هون ما إجاش بعدها اي إن جي. أحلل، يلا تعالوا. احنا بنعرف إنه ثينك معناها يعتقد أو يفكر، لو بدي أسأل السؤال بالعربي هل يعقل منطقيا اقول شو بتفكر بتليفوني ولا شو رايك شو بتعتقد بتليفوني؟ يعني بدي وجهه نظرك عن تليفوني الجديد معناته اكيد الثينك اللي بدي استعملها ثينك الاعتقاد يعني بدي اخذ رايه ثينك الاعتقاد طيب ممتاز فعشان هالثينك الاعتقاد ممنوع يكون معها اي ان جي حيجي يقولي طب هي احمد ثينك معهاش اي ان جي على عيني وراسي بس كلنا بنعرف انه بعد افعال البي حسب التاسيس لازم يجي يا اما فيرب 3 يا اما فيرب اي ان جي هذا هذا قانون في التاسيس في اللغه الانجليزيه على وجه الكره الارضيه اذا شفت فعل بي وبعده فعل هذا الفعل اللي بعد البي يا هيك يا هيك ما في ثالث ما في ثالث هون حط لك اياه فيرب 1 بزبط بعد البي فيرب 1 يا إما فيرب 3، يا إما verb ING، معناته هذا خيار كلياً وإنجليزياً خاطئ. هسه is thinking or thinking؟ على عيني وراسي، بس أنا كيف استثنيت بي و سي؟ بناءً على معرفتي لزمن السؤال، هاي اللي هون صيغة مين؟ صيغة المضارع المستمر، هاي اللي هون نفس الشيء، مضارع مستمر، أنا مضارع بسيط، معناته استثني، استثني، معناته هيك أنا وصلت للإجابة النهائية بشكل ممتاز، الآن. في السؤال هذا اللي عندي هون نفس المبدا هذا السؤال متكرر متكرر الآن حكينا عنه قبل شوي حكينا بدنا نضيف الاس هون الآن حكينا these دايز استمرارية لأنه الخيار الوحيد اللي راح يزبط عندي هو are getting حكينا الفاعل جمع الفاعل جمع فمش راح ياخذ is لاحظ هون شو حط لي قال أحد أفعال البي وجاي بعده قال فيرب 1، بظبط هذا الكلام بالانجليزي؟ لا، لانه بعد البي يا اما فيرب 3 يا اما فيرب اي ان جي، هي لا هي فيرب 3 ولا هي فيرب اي ان جي فبنأكس عليها. فاعل جمع بده ياخذ فيرب 1 مع اس؟ اكيد بوختش انتهى الموضوع، فحل الصحيح هو الخيار اي، ممتاز. الان why فراغ you فراغ the milk؟ Do you think it has gone bad؟ يلا. الان باجي يعني بتطلع الان في عندي سؤال هون، صح؟ هي صيغة السؤال. الان يعني بتطلع في السؤال كاملا هل يوجد اي شيء يدل على زمن لا ما فيش دلائل معناته مضارع بسيط بسال في المضارع البسيط باما دو او داز يا مع بعض هل هاي دو او داز لا هل هاي دو اه خليها هل هاي دو او داز لا طب هاي دو الفاعل تبع يو فاليو باخذ دو وباخذ دو اه طيب هسه بدي اعرف اذا شكل الفعل معناته الشخص اللي كتب السؤال بدو ياني ادقق على الجزئيه اللي هون دو هون ثابته هي ثابته وثابته شكل الفعل بعد الدو شمال. شو ماله شو حكينا دائما وابدا بصيغته او صورته المجرده هي سميل انا بعرف انه سميل مجرد طب هون سميلينج بزبط بعد الدو فيرب اي ان جي مستحيل فحل الصح هو الخيار بي صبايا الان طبيعي جدا جدا انه بعد الفيديو نرجع ونراجع الافكار في الشروحات المعنيه بالازمنه لنثبت اكثر لانه راح نبني من الاسبوع القادم <applause> وندخل بازمنه الماضي ان شاء الله يلا ماي مام فراغ ات is the best idea شوف الان الان الخيار الاول حاط لي not to think هسه not think انا بعرف النط النوت, النوت. بتركب هاي تركب على فعل مساعد على فعل مساعد مستحيل اشوف النط فلت زي هيك لازم تكون رابطه وشابكه مع فعل مساعد هسا قبل الفراغ ما عنديش فعل مساعد وفي الخيار هون ما عنديش فعل مساعد معناته هذا الخيار غير مقبول في اللغه الانجليزيه لانه النط لازم تيجي مع فعل مساعد الان isn't thinking حلو خليها does not think جملة ممتازة خليها و don't think بس أنا بحكي عن my mom والدتي مفرد ليش لا تعطيها جمع خطأ هسا هذا الخيار إنجليزيا صحيح وهذا الخيار إنجليزيا صحيح ولكن أنا الآن باجي بتطلع my mom مفرد المفرد بأخذ از والمفرد ممكن يأخذ does شو الفرق بين الخيار B والخيار C <applause> الخيار بي يا جماعة الخير مضارع مستمر منفي مضارع شو ماله مستمر بس منفي الخيار سي بسيط ومنفي مضارع بسيط ومنفي معناته الان شو الفرق بين بي وسي بي مضارع مستمر سي مضارع بسيط معناته الان الفرق بين الزمن بتطلع على الجمله الان كلها هل يوجد اي شيء يدل على زمن لا والله ما في معناته هاي اذا مضارع بسيط فبستثني الخيار بي الان حل الصح هو الخيار سي هاي نقطه في جزء منا بقول لك احمد انا لقطت الاجابه الصحيحه بطريقه مختلفه، بقول له تفضل هات سمعنا صوتك. بحكي لي احمد انا اطلعت على الجمله وقست المعنى، اطلعت على الجمله وقست حسب المعنى. هسه حس هون راح يقول لي اكيد انه والدتي والدتي لا تعتقد انها فكره جيده، لا تعتقد يعني الفعل ثينك مش بمعنى يفكر بمعنى الاعتقاد واحنا قلنا لما يكون الفعل ثينك بمعنى الاعتقاد لا تعتقدش يعني ما فيش اي ان جي معناته هذا الخيار اكيد غلط فصف عندي الخيار الصح والخيار سي هي من حيث المعنى اذا انا شاطر في المعنى واذا انا لسه ببني مفردات ومعاني وبشتغل على حالي مبدئيا انا اشتغلت على ازمنه يعني على اسلوب علمي بحت ان شاء الله ممتاز الان تعال نشوف مالك مالك بيحكي لنا هون فراغ ماتش بيتر الان مالك فراغ ماتش بيتر وذ هير كات هسه مالك از لوكينج مالك باخذ از خليها مالك لوكس تزبط لانه مالك مفرد باخذ ممكن ياخذ فيربون مع اس مالك لوكت فيرب 2 يعني كانه ماضي اوكي ممكن اه بس ما بعرف شو زمن الجمله لسه بس مالك فاعل مفرد ممكن ياخذ فيربون لحال مستحيل لاحظ بحب ابدا بخيار الاستثناء بستثنى عشان اقلل الان فرصه او ازيد خلينا نعكس ازيد من فرصه اني اوصل للاجابه الصح فالان استثنيت لوك هذا فيربون لحال فاعل مفرد بياخذ فيرب 1 لحال ممتاز طيب تمام الان يعني باجي بطلع على الجمله مالك فراغ ماتش بيتر وذ هير كات أحمد والله ما شوف دليل من الأدلة اللي درسنا إياها ممتاز لأنه إذا ما في دليل من الأدلة اللي درستك إياها معناته هاي الجملة مضارع بسيط اطلع هل هاي شكل مضارع بسيط؟ لا هل هاي شكل مضارع بسيط؟ لا معناته شو ضل عندي الخيار الوحيد؟ الخيار الوحيد هو الخيار لوكس إذا بتتعامل بالأزمنة بالطريقة هاي راح ترتاح كثير والله العظيم رح ترتاح كثير فخليكم ماشيين بنفس الطريقة هاي وأموركم ميسرة إن شاء الله حلو تعالوا يا جماعة الخير نتعرف أنا وياكم الآن على إشي اسمه الدلائل المشتركة الدلائل الإيش؟ المشتركة بالنسبة للدلائل المشتركة يا طلابي الآن في عنا أول مجموعة أنا انتقيتها اللي هي دليل اسمه These Days وناو و Always لاحظ أنه قبل شوي حلينا عليهم نيجي على Always معهم هذول يا جماعة الخير شفناهم بزمنين شفناهم وين؟ بزمنين ممكن أشوفهم مع المضارع البسيط ممكن أشوفهم مع المضارع البسيط وشفناهم كمان مع شيء اسمه المضارع المستمر، شيء اسمه المضارع المستمر، معناته اول ثلاث دلائل مشتركة هي دليل these days now و always ممتاز. لان نيجي نطلع على السؤال الأول، لاحظ إنه السؤال الأول أول ما بلش، أول ما بلش شفنا مين؟ شفنا these days، شفنا مين؟ these days. هسا these days الطالب تبعي لازم يعرف احمد هاي these دايز قد تكون شوف ما احلى الشغل قد تكون مضارع بسيط وقد تكون مضارع مستمر طب مين اختار بينهم على الخيارات يلا يلا فيز دايز قد تكون مضارع مستمر او مضارع بسيط الان هل هاي اللي هون مضارع مستمر اه ليش بطلع على الشكل الشكل از ار ام فيرب اي ان جي هل هاي اللي هون مضارع مستمر او مضارع بسيط؟ اه لانه قانون مضارع بسيط فيرب مع اس ممتاز. هل هاي اللي هون مضارع مستمر او مضارع بسيط؟ هسه ثواني شوي يا احمد. ما عنديش از وار أم. ما عنديش از وار أم. وانت حكيت ممنوع يجي سبجكت وراه على السريع فيرب اي ان جي معناته هذا الخيار خاطئ انجليزيا. طب اللي هون اكسبكت الان اكسبكت هاي فيرب 1 يعني ممكن يكون هذا مضارع ايش بسيط الان نيجي نطلع باجي بمسك الان الفاعل مين الفاعل عندي بيبل يعني الناس وكلمه بيبل كلمه بيبل هاي جمع شو المفرد من بيبل المفرد من بيبل كلمه بيرسون كلمه ايش بيرسون بيبل ناس بيرسون شخص ممتاز يعني بيبل هذا اسم معدود بنعد هي جمع وهي مفرد جمع ومفرد معناته كلمة people جمع فعشانها جمع هل يعقل انه people تاخذ از لا الاز بتروح مع الفاعل المفرد الفاعل اللي عندي جمع فأكس على الخيار ايه حلو اكيد مر عليك وشفتوا انه صفة عندي خيارات مضارع بسيط معناته these days اللي كتب السؤال بده اياني استعملها على اساس انه ايش مضارع بسيط يلا الفاعل جمع بياخذ فيرب 1 مع اس اكيد لا الفاعل الجمع بده ياخذ فيرب 1 لحال فبتصير جملتي people expect اي بمعنى يتوقع 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 الناس الناس تتوقع شيء معين you will tell them ستخبرهم everything right away تخبرهم عن كل شيء يعني بشكل ايش بشكل عاجل ممتاز بحكي لي now فاصلة يو فراغ بيوتيفول ناو اه شوف ما احلى الشغل الان الناو شفناها وين وين بالبسيط المضارع البسيط والمضارع المستمر <تصفيق> <تصفيق> تمام معنى الكلام هذا ببحث عن الخيارات يو ار لوكينج هي يو تأخذ ار لوكينج هاي صيغه مضارع مستمر خليها يو لوك صيغه مضارع بسيط يو لوكس من اليو اليو جمع اليو ما بتاخذ فيرب 1 مع اس معناته اكس عليها اليو بتاخذ از اكيد اكس عليها حيحلف واحد وانا متاكد انه قاعد بيقول ها ها هي مسكنا ممسك تعال حيقول لي احمد هي يو بتاخذ ار looking يو ار لوكينج وممكن تاخذ يو لوك يعني ظابطه هي قانون مضارع مستمر وهي قانون مضارع بسيط عندي حلين صح يا احمد شو اختار منهم اختار اثنين مع بعض اكيد لا ما في امتحان على وجه الكره الارضيه بيقبل هذا الكلام طيب احمد والله الخيار هذا هيو صح يو تاخذ ار وهي صيغه مضارع مستمر وقلنا الناو تزبط على المضارع المستمر هي يو لو بدي اعتبر الناو انها مضارع بسيط لو انها مضارع بسيط اليو فاعل جمع فهيو باخذ فيربون الخيار اي صح والخيار بي صح نعمل دائره كبيره هيك عليهم مثلا اكيد لا احمد شو القصه؟ باجي بتطلع الان يا جماعه الخير على الفعل اللي استعملوه الفعل لوك الفعل مين لوك هل جاي هذا الفعل لوك بمعنى يبدو ولا بمعنى يشاهد فالآن شوف نقرأ الجملة ناو الآن أنت تشاهد بيوتيفول يعني جميل شو يعني بيوتيفول يعني جميل شو أنا بشوف جميل طبعا جميل مش اسم بني آدم هاي صفة لما أوصف إشي إنه شي حلو جميل مش اسم بني آدم بوصف صفة بيوتيفول هي صفة فبقدر اقول والله انا بشوف حلو لا اذا قصده الان انت تبدو جميلا الان انت تبدو جميلا طيب الان المنطق بفرض حاله الان عشان كلمه لوك جايه بمعنى يبدو وانا بعرف انه لوك اذا اجت بمعنى يبدو معناته هي من الستيت verbs من الافعال الثابته اللي يمنع اضافه الاي ان جي لها، شوف كيف طار الخيار هذا لحاله، لوك يمنع اضافه الاي ان جي لها فباكس عليه، فشو ظل عندي الخيار الصحيح؟ هو الخيار بي، لانه هون انا بدي اللوك مش بمعنى يشاهد، اللوك بمعنى يبدو، الان طلابي، بيوتيفول صفه، ذكروها رح نجيها، في عندنا مشتقات لقدام، بيوتيفول نوعها صفه، نوعها صفه، بالله اكتبوا لي جنب هالكلمه هاي pretty pretty بمعنى جميل كمان اذا بيوتي لما اوصف شيء انه حلو بقول عنه it is beautiful او it is pretty يعني جميله ممتاز اذا هاي اول ثلاث دلائل يا طلابي طبعا هو المبدا العام تبعنا واحد اي دليل مشترك على الخيارات على السريع بدي اشوف شو كاتب لي بالخيارات هو بوجهك بس انت بتتلاعب معناته الان امور واضحه تعالوا نشوف انا وياكم من باب التذكير الدلائل التي تنتهي بالواي ما بعرف معلومة هيك إضاف مش إضافية تذكيرية هي أخذناها الشغلات هاي بس أنا حابب أذكركم عشان نقدر نميز إخواني هسا شوفوا علي في المضارع البسيط إذا بتتذكروا في الشرح كنت حاط كنت حاط جزئية شو بقول الدلائل التي تنتهي بالواي لاحظوا إنهم كثار اكتشفنا بعديها إنه في المضارع المستمر برضو أحمد عندي دلائل تنتهي بالواي كلامك صح بس احمد شو قال في الدرس الاول قال مش كلهم نسبه كبيره منهم مضارع بسيط تعالوا نشوف النسبه القليله جماعه الخير كلمه currently وكلمه continuously currently وcontinuously يعني الان currently بمعنى حاليا يعني كاني بقول لك ناو يعني كاني بقول لك ناو يعني الان فبالله عليك لما اعرف انه currently currently يعني حاليا يعني ناو طب ما هو now مضارع مستمر معناته إذاً currently هاي تبعت مضارع مستمر أي نعم انتهت بالواي l y ولكنها الـ y تبعت المضارع المستمر الآن constantly, constantly معناها باستمرارية يعني كانه عينك عينك بغششني اسم الدرس مستمر يعني استمراريه معناته هاي اجباري تكون مضارع مستمر وهاي اجباري تكون مضارع مستمر هسه ناخذها من زاويه ثانيه كيف احمد بحفظ الاقلال والكثار خلص صف المضارع بسيط بقول لك ابدعت بس انا متاكد جزء منها حيستسهل حفظ هذول يلا frequently و normally yearly monthly weekly daily generally rarely occasionally و usually هذول يا جماعة الخير اللي هون كلهم مضارع ايش مضارع بسيط هسا انا ما بيهمني اعرف معناهم مش مطلوب مني صدقا اعرف المعنى بس انه الفكرة تبعتي العامة انه انا انا كاحمد لما انشأت ورقة العمل هاي كان لازم هيك يعني حدس داخلي بيقول لي احمد ذكر الطالب خليه يفرق بين ال واي تبعون المضارع البسيط وال تبعت المضارع المستمر عشان اقدر ابني هذا الفرق بدي بس اخذ الثنتين اللي في المضارع المستمر اتذكرهم وعشان اعرف اتذكرهم لازم اعرف معناهم اذا عرفت معناهم فانا خلص رسخوا في مخي فما تبقى حيكون ايش حيكون مضارع بسيط يعني قدام عيونكم هون هو مش انه ديكشنري يعني مش قاموس اقول احفظ معاني ورمي لا انت ملحق جايك حفظ معاني الله اعلم فيه فاصبر علي الان وان شاء الله حتشوف الخير جاي عليك ولكن هذا الشيء مش معني انا كطالب توجيهي اني احفظ دلائل ومعانيها لانه كلهم رح يجوا بمعنى تقريبا عاده باستثناء اللي هو سنوي شهري أسبوعي ويومي تمام الآن تعالوا ننتقل على الآن فكرة ثانية من الدلائل المشتركة دليل اسمه today today مش مش الشوكولاتة لا today هاي دليل مشترك تمام تمام معني بحبها يعني هي بس إنه يعني زاكية والله زاكية أبصر عاد مقاطعة ولا لا خليها على التسهيل بس الآن نيجي نطلع بحكي لك I فراغ all my goals for today حلو حلو عندي كلمة today شايفينها آه والله العظيم شايفينها؟ طيب أحمد, توداي هاي مرَّت معنا في المضارع المستمر ومرَّت معنا في المضارع التام. يلا. مرَّت معنا في المضارع المستمر ومرت معانا في الوين في التام لاحظ خلصنا من المضارع البسيط اجانا هسه اجانا اللي هو اي شيء بين المستمر والتام احمد هاي موجوده بين المضارع المستمر وموجوده بين المضارع التام طب كيف احلها كيف اعرف بده ياني احلها على المضارع المستمر ولا احلها على المضارع التام بعرف من خلال الخيارات يلا عليهم على الخيارات مستمر وتام اذا بده اياها مستمر معناته بدي ادور على قانون از او ار او ام متبوع بمين بالفيرب اي ان جي. اذا بدو اياها على التام معناته بدي اني يعني احل هاز او هاف متبوع بايش بالفيرب 3 الان بطلع الخيار الاول هاف فيرب 3 خليه يمكن بدو اياها ما بعرف طب هل هاي اللي هون مضارع مستمر او مضارع تام لا اكس عليها هل هاي اللي هون مضارع مستمر او مضارع تام حتقول لي احمد في عندي ام بقول لك على عيني وراسي بس ما عنديش اي ان جي هون لانه انا قلت ام معها اي ان جي فهذا حاطه لي اغراض الخربطه بده يحاول يوقع الطالب ترى ديروا بالكم فبأكس عليها accomplished حط لي بس verb 2 هون طب لا في هاز ولا في از ار وام معناته هذا الخيار كله غلط لاحظت صفينا وين بخيار واحد فقط معناته توداي هاي اللي بده ايانا يعني نحلها كان بده ايانا يعني نحلها على المضارع التام تعالوا نشوف جمله ثانيه بحكي لك ذي فراغ تو اس اي برضه توداي برضه ايش توداي مش اللي ببندق لا توداي الساده اسكى يا يا مستمر يا تام يا ايش يا مستمر يا تام الان بطلع على الخيارات الان اول شيء عندي ار نوت دليل النت هي عباره عن اداه نفي ما بتاثر على القانون فبتطلع ار لازم بعدها فيرب اي ان هل هاي اللي هون فيرب اي ان لا لاغراض الخربطه بدي اياها بس ما بيخربطني ما بيخربطكم تخافوش عندي هاز وعندي نوت وعندي ليفت الهاز إجا بعدها فيرب 3 اه بصير ممكن لانه هاي هاز زائد فيرب 3 قانون ايش مضارع تام ممتاز يا yeah. عندي نوت وليفنج نوت ليفنج انا بعرف انه النوت بدها فعل مساعد طب وين الافعال المساعده ما عندي فعل مساعد قبل الفراغ معناته ما في اي فعل مساعد بالانجليزي كليا غلط عندي هون ار هي عندي نوت والار جاي بعدها ايش فيرب اي يعني مستمر هاي انا شايفها مستمر هاي طيب تمام هسه اخواني بنلاحظ انا وياكم انه كل خياراتي نفي عادي جدا النفي يعني النفي بياثر على المعنى ما بياثر على القاعده اللي انا شغال عليها الان يعني بغض النظر عن نفي او مثبت برجع بذكر توداي يا اما مضارع مستمر او مضارع تام هسه هي خيار اللي هون هذا خطا الخيار اللي هون مضارع تام اللي هون خطا الان اللي هون مضارع مستمر ما انا إياكم محتارين بين الزمنين يعني هي مضارع تام يا احمد وهي مضارع ايش مضارع مستمر مين ممكن يساعدني أعرف أختار بي ولا أختار دي هون يا جماعة الخير نطلع على مين؟ على الحج ذي. ذي هذا إخواني هو ضمير وضمير جمع، ولما نقول عن الضمير إنه جمع أكيد ما راح ياخذ مين؟ ما راح ياخذ الهاز، الذي بتاخذ هاف، معناته هذا الخيار فعليا حطه عشان يعجبني. تمام يعني بس بحاول استعمل مصطلحات هي ما بتليق في مستوى طالب الان علمي ولكن هي بنحاكيها انا وإياكم بواقعنا ونوعا ما بتساعدنا انه نتذكر هيعجبني فيها انا عارف ابعدها الان شو صف عند الخيار الوحيد الخيار دي بالطريقه هاي انا وياكم شو استنتجنا كلمه توداي اللي حاط لي في الجمله حطها عشان احلها على اي زمن المضارع المستمر معنى الكلام هذا الان كلمه today او اي دليل اخر مشترك بيخوفني لا والله ما بيخوفني معناته احمد دلائل المشتركه فعليا وظيفتي صارت وبالطريقه ورقه العمل هاي بتجنن لانه اي دليل مشترك انا بقول لك وين وين بلقي احفظ وين وين وانزل تحت ودور على الخيارات ولا يمكن تلاقي خيارين صح وهيني قاعد بحاول اصعب الامور ولا زلنا انا وياكم قادرين نحلها تعرفوا ليش لانه عارفين وين وين ممتاز معناته الامور ميسره يلا يا جماعة الخير على مين؟ على ستيل، ستيل يا اخواني وخواتي شفناها بزمنين، شفناها في المضارع المستمر، مضارع المستمر وشفناها في المضارع التام المستمر، المضارع التام الماله المستمر، ممتاز. تذكيريا انا بحب اذكر لانه انا بحب خلص التكرار بيعلم الشطار. التكرار شو بسوي بيعلم الشطار ممتاز وانتو كلكم شطار ان شاء الله قانون المضارع المستمر is فيرب am verb ing قانون المضارع التام المستمر اذا بتتذكروه اكيد المفروض كانت اخر حصة حسب الجدول تبعنا has او have زائد بن يلا ذكروني انا سامعكم ترى زائد الفيرب اي ممتاز الان جماعه الخير القوانين واضحه صف الان تطبيق يلا انزلوا تحت ودوروا هل هاي اللي هون از او ار او ام زائد فيرب اي ان جي اه خليها هل هاي اللي هون هاز بن فيرب اي ان جي خليها طب ار ويتنج ار ويتنج مضارع مستمر برضه صح خليها طب هاف ويت هسه في عندي مشكلتين هون المشكلة الأولى إنه هاي هاي اللي هون المفروض إنه تكون زي اللي فوق أو اللي تحت لكن هي مش زيهم فهي اول خطا وثاني شيء الهاف لازم يجي بعدها فيرب 3 الهاف شو يجي بعدها فيرب 3 هي اللي مش فيرب 3 فمعناته هذا انجليزيا خطا هي استثنينا خلصنا لاحظي لاحظوا معي قربنا اكثر على الاجابات طيب نحاول نختصر نحاول نختصر شوف الان شو بدي اعمل الحركه الجميله هاي الفاعل تبعي دائما بنروح على الفاعل الفاعل ثاني شيء ممكن يساعدني اختصر وي از الوي جمع بتاخذ ار معناته وي از غلط طب وي هاز لا الوي تاخذ هاف الوي شو بتاخذ هاف معناته بقدرش اقول وي هاز وي هاف معناته غلط طب وي ار اصلا ما ضلش غيرها يا احمد هي الخير الصح فشوفنا احلى التعامل مع السؤال اللي هو معني بخيارات يعني اسئله الطع دائره ممتاز الان جماعه الخير تعالوا الان نختمها انا وياكم باواخر الدلائل المشتركه اللي لها دخل بسنس فور ريسنتلي in recent days ever ever since و lately هذول إذا بتتذكروا ذاكرتكم قوية لأن هذول الدلائل يا طلابي كلهم شفناهم وين؟ مرة مع المضارع التام، مرة مع المضارع التام ومرة ثانية شفناهم مع مين؟ مع المضارع التام المستمر، مع المضارع التام المستمر يا الله ما اجمل الشغل بالطريقه هاي يا يا اما مضارع تام يا اما مضارع تام شو ماله مستمر نبدا بالسؤال الاول بحكي لك اي فراغ انجلش فور 10 years فور اجى بعدها شيء زمني معناته هاي دليل طب احمد الفور يا إما تام يا إما تام مستمر، يا إما مضارع تام، يا إما مضارع تام مستمر، طيب تمام. <applause> على إيش أحلها يا أحمد؟ على تام ولا تام مستمر؟ وين بدنا نروح؟ على الخيارات، يلا. الآن ممكن أنا أشتغل بهيك بسرعة وإتقان أكثر، الآن I بتاخذ هاز؟ لا، علماً إنه has taught، has taught هي صيغة مضارع تام، بس الآي بتاخذش هاز. طب I have taught، have taught، I have taught، شايفها صح، خليها هسا I had taught هسا الهاد اللي هون، الهاد اللي هون هاي ماضي أنا بدي مضارع تام أو مضارع تام مستمر شو جاب الماضي؟ معناته أكسولي عليها مش شمالي أنا طيب have be teaching إذا تسرعت، إذا تسرعت وما انتبهتش فوقعت بالفخ هاي اللي هون فخ إخواني have be طب قانون التام هو هاز او هاف صح زائد بي ولا بن زائد بن لانه دائما وابدا بعد الهاز والهاف فيرب 3 بعدين بيجي الفيرب اي ان جي فاحيانا الطالب لما يقرا بسرعه من انبساطه ومن الحماس اللي عنده من السعاده الزايده عن اللزوم بوقت خاطئ الان بوقع بالفخ هذا فديروا بالكم هاف بي مستحيل شو ضل عندي بده يعني احل الفور على المضارع التام ممتاز بيحكي لنا since the time of that very first message since. since السنس احمد شفناها مضارع تام مضارع تام مستمر، وين احلها؟ تعال اقول لكم يلا على الخيارات have been writing هسا have been writing هاي اللي هون صيغه مضارع تام مستمر خليها has been writing برضه كمان صيغه مضارع تام يعني بتشبه قانون المضارع التام المستمر have been writing have been writing مكرر الخيار انا مرتين سامحونا وهاز ريتن هاز ريتن مضارع تام على اي حال شوف كيف بدي اختصر الشغل كله علينا بتطلع على الفاعل اللي قبل الفراغ بيبل جمع تعلمنا المفرد من بيبل هو person فعشان البيبل جمع بزبط هاز مستحيل بزبط هاز اللي تحت مستحيل بدي افترض انه هاي اكسولي على البن خلوها بي لحالها لان صفيت بين هاف وهاف بس هاف بيجي بعدها بن هاي جاي بعدها بي فهاي خطا فالإجابة الصحيحه هي الخيار A ممتاز فعدلوا لي البن خلوها بي وختامها مسك مع اخر سؤال بعرف انه الفيديو كان طويل عليكم ولكن جماعه الخير كونوا على يقين الجزئيه هاي اللي انا اشتغلت عليها اليوم باذن رب العالمين باذن الله باذن الله هي وقت غروب يوم جمعه ان شاء الله ربي يكتب لكم كل خير وبدون استثناء في كل مجالات حياتكم بس جماعه الخير الجزئيه اللي انا عملتها هي جزئيه من باب اخلاص للعمل يعني بطبيعه شغلنا يعني جزء من الاساتذه بيقول خلص بشرح الدرس وانتهى الموضوع بحل الاسئله الطالب يروح يعني خلص يصطف اللي بعديها واخر السنه فرج ورحمه عمي انا عندي اخر الدرس فرج رحمه واخر الوحده فصل رحمه واخر الفصل الاول فرج رحمه واخر السنه فرج رحمه انا معك معك ومعك حتى الرمق الاخير حسب ما انا استمتع في اعطاء مادتي وفعليا يعني الشخص اللي بيحب اللغه الانجليزيه راح يلمس الشيء هذا من جواتي انه احمد عن جد بيعطي بعطاء بجنن ومستمتع بالشيء اللي بيعمله فحتى لو كان الفيديو طويل تذكر دائما انه الشيء اللي وراي هو الشيء هذا ثبت اساس بنسبة 90% من طلاب المملكة لسه ما ثبتوا وهذا الشيء طبيعي تمام فعلشان هيك يا طلابي ربي يسعد مساكم ويعطيكم الصحه والعافيه شوف شو بدي احكي الان عن السؤال الاخير السؤال الاخير بدي اتركه واجب بس بدي احكي عنه كلمتين سريعات هسا كلمه recently هي من الدلائل المشتركه بين مين ومين جاوبوني انتم احكوا بين مضارع تام ومضارع تام مستمر يعني هاي حسب الخيارات المعطاه يا حتكون اجابتي مضارع تام او مضارع تام مستمر مستحيل الحلين يكونوا صح طبعا اكيد فباجي بتطلع باجي بتطلع هاف بن مس هسا كلمه مس او مس بشكل عام يعني بما معناه وضعه في مكان ولم يتذكره لما اجي اقول يا زلمه والله الواحد كل ما يجي احط مفاتيح والله ما اعرف وين حطيتهن ماني عارف وين حطيتهن يعني misplaced them يعني انا مش عارف وين حطيتهم يعني misplaced them ممتاز فالان باجي بتطلع هاي الان صيغه اللي هو ايش مضارع تام مستمر هاي اللي عندي هون مضارع مضارع تام عندي هون مضارع تام برضه مستمر وهون عندي فيرب 2 فيرب 2 شو بدي فيها أكسوا عليها انا عارف اكستو عليها ما تطلعش على اجاباتي يلا انا اشك اشك انه الفاعل راح يوصلك للاجابه شوف لوين وديتك اشك انه الفاعل راح يلقط لك الاجابه صح ويعطيكم الف عافيه هيك يا جماعه الخير طبعا تطلب البي دي اف عشان تنقل الملاحظات اذا حاب تطبع واذا مش حاب خليه على الشات خليه على الواتساب بيني وبينك عشان على الاقل ترجع له في يوم من الايام لما تراجع دروسك لانه في القريب العاجل في المستقبل القريب راح يكون في كويز يعني اختبار ان شاء الله نقيس مدى فهمنا للماده اللي احنا طرحناها واشتغلناها مع بعض فرب يعطيكم الصحه والعافيه جيل 2008 كل التوفيق ان شاء الله ان كنتوا فروع اكاديميه او كنتوا البيتك اللي هو الفروع المهنيه كل التوفيق باذن الله ربي يعطيكم الصحه والعافيه so